صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المونديال، والمنتخب الوطني التونسي كمل اليوم تحضيراته المقابلة الأولى في الكاس العالم اللي ضد الدنمارك غدوة مع ماضي ساعتين. التشكيل المنتظر للمنتخب الوطني التونسي وآخر أخبار جينا مباشرة من الدوحة مع مبعوثنا الخاص اسكندر إبراهيم. صباح النور اسكندر. صباح النور، مرحبا مكي، تحية ليك ولكل مستمعينا في موزايك. مرحبا تونس ومرحبا بحبا المنتخب الوطني التونسي اللي يستناه وناس كل كيما هنا في الدوحة، نصور في كل بلاصة من العالم بما فيهم تونس، يستناه في مقابلة كبيرة إن شاء الله المنتخبنا غدوة ضد الدنمارك. جي موانزان نجم نقول اليوم آخر حصة تدريبية، البارح كان حصة تدريبية قبل أخيرة بالنسبة لجلال القادر، يوم لعبيته اليوم الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي وآخر لمسات بالنسبة للإطار فني للمنتخب الوطني التونسي. الأربعة هي آخر حصة يعني بتوقيت الدوحة، ساعتين بتوقيت التونسي، نفس التوقيت تاع مقابلة غدوة مع الدنمارك في المدينة التعليمية، دونك آخر حصة في نفس توقيت المقابل. لكن إذا كان نحكيه لآخر لمسات فانو نجمو نحكيه على التشكيلة بنسبة كبيرة برشا تعرفنا عليها من البارح، حاولنا نعرفوا الركائز اللي تكون موجودة في المقابلة تاع غدوة. أيمن دحمان تكون موجود في المرمى، ثلاثي الدفاع ياسين مرياح معه المنتصر الطايبي على يسار، وعلى يمين ونلقاو ديلان برون في وسط الميدان، على اليمين على اليسار، على اليمين ثم محمد دراجر، على اليسار نلقاو علي العابدي، معهم عيسى العيدوني والياس الخيري، زاد قدامهم نلقاو يوسف المساكني، نلقاو انيس بن سليمان المتعود بالاجواء الدنماركيه نجم نقولوا وكره القدم الدنماركيه، وخاصه نحكيو على قلب هجوم زاد كيف ممكن ينجم يمثل مفاجاه للبعض، لكن معرفته للكوره وتواجده في البطوله الدنماركيه نجم يعطيه ديزاتوب يكون هو الاساسي. نحكي على عصام الجبالي اللي باش يقود هجوم المنتخب الوطني التونسي غدوه ان شاء الله في مقابلته مع الدنمارك. هذه فكرة على التشكيلة مكي، تشكيلة المنتخب الوطني التونسي تكون حاضرة غدوة إن شاء الله مع الدنمارك. كما قلنا اليوم توفى التحضيرات بالنسبة للمنتخب الأربعة توقيت الدوحة، ساعتين توقيت تونس الحصة التدريبية الأخيرة، لكن قبلها فما كونفرنس دو بريس. هنشوفوا قبل الحوار الأقدام شنو باش يقولوا الموجودين في الكونفرنس دو بريس الخاصة بالمنتخب التونسي. نحكي على جلال القادري وواحد من الملاعبين نص النهار بتوقيت الدوحة العاشرة إن شاء الله بتوقيت تونس، تكون الندوة الصحفية الأخيرة وقبل المقابلة تسبق ديما مقابلات الفيفا المقابلات الرسمية. دونك نتعرفوا على لي زامبريسيون الأخرانيين، الطموحات الأخرانيين، التصريحات الأخيرة للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي وملاعبية المنتخب الوطني التونسي كيفاش يخموا في مقابلتهم غدوة مع الدنمارك. هذا بالنسبة لمنتخبنا اسكندر. بالنسبة لفرنسا يظهر لي مشكلة الإصابات مازالت تلاحق المنتخب الفرنسي وإصابة كامافينغا، شنو تقول آخر الأخبار في قطر؟ حتى التوا كامافينغا ما فما حتى شيء متأكد بخصوص خروجه من قائمة الملاعبين اللي شاركوا مع المنتخب الفرنسي في المونديال. منافسنا المنتخب الفرنسي نعرف ولعنة الإصابات، إصابة وراء إصابة آخرها بنزيما، قبلها كونكو، نقولوا المتسبب كان في إصابة كونكو كامافينغا البارح كان حاضر في الندوة الصحفية للمنتخب الفرنسي الخاصة بالمنتخب الفرنسي، لكن ما كانش حاضر في السيونس دونترينمون، ما ترانيش البارح. والمصادر الإعلامية الفرنسية تقول أنه حس بأوجاع في الدكتور هذاك، علاش ما حبوش يجازفوا به أعضاء الإطار الطبي للمنتخب الفرنسي في انتظار فحوصات أخرى أكثر دقة اليوم لنتعرفوا على الحالة الصحية نتاعو، إذا نجم يكمل ما يكملش في المونديال، لكن بنسبة كبيرة مش نجم يكون موجود في المقابلة الأولى نتاع المنتخب الفرنسي ضد أستراليا. هذا اللي قال تو بخصوص كامافينغا، نستناو شنو نجم يصير غدوة في الأيامات، خاصة إذا نحكيو على منتخب الدنمارك. حتى تو صفر إصابة نقول أنا عيني مضرو، لكن صفر إصابة نستناو من هنا الغدوة شنو نجم تكون بالنسبة للبيرون سونتي بالنسبة للمنتخب الدنماركي وخاصة المنتخب فرنسا اللي أكثر من المنتخب قاعد يتعرض فيه ملاعبيته إلى إصابات قبل المونديال وفي وسط المونديال. حتى تو آخر كلمة كامافينغا اللي ما ترانيش البارح، أوجاع في الأدكتور انتظار التأكيدات بخصوص حالته الصحية ومدى حضوره باش يكمل يلعب مع المنتخب الفرنسي. واضح، شكرا لك موعودنا الخاص لتغطية المونديال اسكندر إبراهيم. ديما مع المونديال، والبارح كان الافتتاح الرسمي بحفل كبير دام تقريبا نص ساعة، وكان فيه لأول مرة تلاوة آيات من القرآن الكريم، والممثل الأمريكي الكبير مورغان فريمان كان الشخصية الرئيسية البارح في حفل الافتتاح. بالنسبة للمقابلة الافتتاحية، المنتخب القطري خسر ضد الإكوادور 2-0 ثنائية لإنر فالنسيا في دقيقة 16 من ضربة جزاء ودقيقة 31، وكانت نحالوا هدف في بالسبب لورجو في الشوط الأولاني، نتيجة تخلي المنتخب القطري أول بلد مستضيف يخسر في المقابلة الافتتاحية لكأس العالم.
بالنسبة لبرنامج اليوم في المونديال، ماضي ساعتين من المجموعة الثانية، انجلترا تلعب ضد إيران، الخمسة المجموعة الأولى السنغال تواجه هولندا، وثمانية متاع الليل في المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز. من المقابلات الودية البارح في تونس، مستقبل سيمان خسر ضد الملعب التونسي 2-1، ونادي البنزرتي ربح وادي الزرقاء 12-0. محمد خليل الجندوبي توج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو في المكسيك. خليل الجندوبي خسر نصف النهائي وزن أقل من 58 كيلوغرام ضد جون جانك من كوريا. لاعب الترجي والمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد والجلوس أعلن اعتزاله رسميا في عمر 31 عام، نهاية مبكرة للمسيرة بسبب كثرة الإصابات اللي تعرض لها في المدة الأخيرة، ومسيرة حافلة والجلوس من الحمامات الكيل الألماني ثم برشلونة فوكسي برلين شارتر والترجي، والحصيلة 26 لقب ما بين محلي وقاري وعالمي أبرزهم السوبر جلوب في مرتين مع البارسا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فان بونات.